every year and every woman in the world is fine. March is women month. How do you consider yourself? السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى أنه كلكم تكونوا بخير وبصحة وعافية، وكل عام وكل أنثى جميلة ورقيقة رائعة هي بألف خير. في شهر مارس شهر المرأة، حبيت يكون أول موضوع بشهر مارس يتكلم عن مكافأة الذات. أجمل شغلة في الحياة أنه الواحد فينا يكافئ نفسه، كل ما عمل إنجاز، كل ما عمل نجاح أنه يكافئ نفسه. سؤال: كيف تتوقعين أن يقدرك الناس ويكافئك إن لم تقدري أنت ذاتك وتكافئيها؟ أيتها الأنثى الجميلة الرقيقة، ولأن لكل امرأة إنجازاتها ونجاحاتها قليلها أو كثيرة على المستوى الشخصي والعملي والاجتماعي، فهي أهل للمكافأة وتستحقها. فلا تبخلي على نفسك متى رأيتيها تستحق، ولا تخجلي أبدا من ذاتك. فما هو رأيك أن نتعرف على أنواعنا نحن السيدات، من تكافئ نفسها وممن لا تكافئ نفسها، ومما هي تتردد من مكافأة ذاتها، نتعرف عليها. إذا كنت ممن يكافئون أنفسهم ومقتنعة ودائما ما تتساءلين ما الذي يمنع الإنسان من اتباع أسلوب الثواب والعقاب إزاء ما يقوم به من أفعال وإنجازات، لقد نجحت وحققت جزءا من أفعالي، من أهدافي وإنجازاتي، لقد فعلتها. كلمات تحسينها وترددينها يسمعها قلبك ويستوعبها عقلك، والجميل أنك تتركين لسانك يصرح بها وينطقها كخطوة أولى لاستحقاق المكافأة. امتنانا وتقديرا وتشجيعا على مجهودك الذي قمت به، لقد حققت به ولو قليل من نجاحاتك وصعودك للأفضل والأحسن. استمري ولا تخجلي أبدا من صعود سلالم النجاح، فأنت تستحقين الأفضل والأجمل. فدائما حبي ذاتك وكافئيها. أما إذا كنت غالبا ما تستحقين المكافأة من وجهة نظرك، فبالتأكيد أنت تسعين بكل قدراتك ومواهبك للحصول على ما يرضيك ويريحك نفسيا. تحترمين ما تفعلين، مدركة قدر العطاء الذي تقدمينه، فلماذا لا تدخلين السرور إلى قلبك والشكر على ما أنجزتيه طوال الفترة الماضية؟ فالمدح والفرح والإنجاز يخلقان مزيدا من المشاعر الإيجابية التي تزيد من شعلة الهمم وتقوي رغبة العقل على بذل المزيد والمزيد، وهو ما ينتظره كل إنسان. فلا تبخلي على نفسك، هيا ارتدي ملابسك واخرجي مع صديقاتك، وادعي ذاتك إلى وجبة غداء أو عشاء أو حتى إلى كوب قهوة. فأنت تستحقين، فأنت أنثى جميلة ورقيقة ورائعة. أحبي ذاتك. أما إذا كنت من المترددون لمكافأة أنفسهم، يؤكد علماء النفس وأساتذة التنمية الاجتماعية والبشرية أحقية النفس في التشجيع والتحفيز مقابل ما قدمتيه لك من إحساس بالارتياح والرضا والسعادة بعد تحقيق إنجاز ونجاح. فلماذا هذه النفس تستحق منك المكافأة؟ فكيف تتوقعين تقدير الناس لك إن لم تقدري أنت ذاتك وتكافئيها؟ الأمر ليس صعب، لا يرتبط بقيمة المكافأة المادية ونوعيتها، قدر ما تكون بمثابة تأييد للطفل الذي بداخلك. هيا أيتها الأنثى الجميلة الرقيقة، لا تترددي، قدمي لذاتك مكافأة على إنجاز سابق قمت به، وانتظري غدا مفعما بالنشاط والعمل، فتحقيق نجاح أكبر سيكون بعد مكافأة
مجذية لذاتي. أيتها الأنثى الجميلة الرقيقة، إذا كنت بعيدا عن أسلوب المكافأة تشجيع النفس عادة طيبة ولصالحك، فلماذا تبتعدين عنها؟ فهي تخفف من ضغط الصعوبات التي نعيشها، وتحفزنا على تحمل الجديد منها، وتدفعك للتغيير، وتسقط عنك حواجز وعوائق أداء العمل القادم. كل إنسان يحتاج في حياته إلى التقدير ليستمر في كفاحه وسعيه للنهوض، كأي أم، ابنة، طالبة، عاملة، أي كان دورك في هذه الحياة، فأنت تستحقين إلى التقدير لتستمري. هيا اشعري نفسك بالحب والتقدير، وأخبريها بأن وقتك ومجهودك يضيع هباء، وفكري أن الإنجازات التي تستمتعين بها يمنحك السعادة والفرح وقتا لكي تنجزيها.